أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 3 أطفال في قصف جوي بأبيان، ومقتل جندي في هجوم مسلح بعدن. اجتماع مشترك للرئاسة والحكومة يستعرض جهود الوفد الحكومي في مشاورات السلام. كاميرا بلقيس في الحديدة توثق حجم معاناة مئات الأسر النازحة من مديرية حرض الحدودية. أهلا بكم. استشهد 3 أطفال وأصيب رجل وامرأة في قصف لمقاتلات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف في محافظة أبيان. وقالت مصادر محلية إن القصف الذي دمر منزلا في قرية آل شميل بمديرية الوضيع كان يستهدف منزلا مجاورا يعتقد أنه كان يأوي عناصر من تنظيم القاعدة. أضافت المصادر أن غارات أخرى استهدفت مواقع تابعة للقاعدة في منطقة قريبة من قرية مكرارة الواقعة على الخط الواصل إلى المديرية. جددت ميليشيا الحوثي والمخلوق قصف المدفعية والصاروخي على الأحياء السكنية في مدينة تعز. قال مراسل قناة بلقيس إن أحد الصواريخ سقط على منزل قرب قلعة القاهرة فيما تصاعدت أعمدة الدخان من المكان. أضاف أن الميليشيا تقصف بعض الأحياء السكنية من إحدى الدبابات المتمركزة في تبة سوفيتيل شرقي المدينة. أبرار طفلة بترت قدمها إثر قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع أثناء لعبها أمام منزلها في مدينة تعز. وبالرغم من افتقار أبرار لطرف صناعي إلا أنها وبعد التحاقها بمركز الأطراف استطاعت التغلب على الإعاقة والقدرة على الحركة. التقرير التالي والتفاصيل. كطير مكسور الجناح شده شوقه للتحليق، تدفع روح الطفولة التي تحملها أبرار أن تلعب وتقفز متناسية أنها بقدم واحدة فتتعثر لتعود وتقف مجددا بعزيمة وابتسامة كانت قد فقدتها مع قدمها. أبرار التي أصيبت أثناء لعبها أمام منزلها في حي النسيرية بمدينة تعز بقذيفة بترت على إثرها قدمها من فوق الركبة عانت بسببها حالة نفسية سيئة، لكنها وبعد أن التحقت بمركز الأطراف الصناعية وتلقت تمارين في قسم العلاج الطبيعي استطاعت تجاوزها واستعادت الأمل والثقة. الأطباء المشرفون على علاجها يقولون أن أبرار ما تزال بحاجة لما هو أكثر من تدريبات التوازن وتمارين تقوية العضلات، وحتى تكتمل فرحتها فإنها تحتاج إلى المساعدة في الحصول على طرف صناعي أكثر فاعلية من الطرف المصنوع بشكل بدائي لا يلبي احتياجاتها، خصوصاً أنه سيرافقها مدى الحياة. وفي تعز أيضاً قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مديرية المواسط بصواريخ الكاتيوشا. قال مصدر محلي أن الصاروخ استهدف منزلاً قيد الإنشاء بمنطقة العين مركز المديرية وألحق به أضراراً مادية دون وقوع ضحايا. وفي حيفان سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع على جبل قمل بعد شنها هجوما من 3 محاور تحت غطاء مكثف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. وفي سياق منفصل تمكن مجموعة من الشباب النازحين في عزلة المينام بمديرية المواسط من رصف طريق العزلة كاملا بمجهود ذاتي، حيث أنشأ الشباب صندوقا لمساعدة النازحين والفقراء في المنطقة. تفاصيل وفاء في سياق التقرير التالي. معا يتشاركون الجهد، معا ينجزون ما تغاضت عنه الحكومات المتعاقبة على مدى نصف قرن. الطرق الفرعية في عزلة المينام بمديرية المواسط وعيرة التضاريس حاجة ملحة للمجتمع وبرنامج عمل لشباب مبادرين. فكروا في العمل في الطرقات في منطقة المينام مجموعة من الشباب، وبعد ذلك قاموا بإنشاء بعض الطرق الدائرية حول منطقة المينام. شباب فينا خير عنوان اجتمعت تحته سواعد هؤلاء الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحرب فقرروا شغل أوقاتهم فيما يفيد.
من هنا تبدأ الرحلة مروراً بخطوات أخرى مساعدة. بعد نزوح الكثير من المواطنين من المحافظات بسبب الحرب، كان مجهود ذاتي وفراغ لكثير من الشباب. اجتمع شباب فينا خير وقاموا ببداية العمل في طريق القحف. يمتد هذا الشريان الحيوي على أكثر من اتجاه ليصل قرى العزلة ببعضها لأول مرة. أغلقت الميليشيات الإنقلابية منافذ العبور إلى مدينة تعز، لكن إرادة الشباب فتحت آفاقا جديدة، لعل أهمها الطريق إلى تفعيل المجتمع المحلي لتلبية حاجاته الأساس. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المواسط تعز. وفي سياق آخر، شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في مناطق حدودية بين اليمن والسعودية. أفاد مراسل قناة بلقيس أن التحالف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة المجبر شمالا ومثلث عاهم جنوب مدينة حرض. وكثفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف غاراتها على المناطق الحدودية بعد قصف شنته الميليشيا بصواريخ الكاتيوشا على مدينة صامت السعودية، وأدى إلى مقتل 4 مدنيين سعوديين. وفي السياق ذاته، شن التحالف العربي غارات على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظات صعدة وشبوة وحجة. وقالت مصادر محلية أن الغارات استهدفت معسكر البقع واللواء 131 بمديرية كتاف، ومعسكر بيحان وتجمعات للميليشيا في منطقة القطعة بمحافظة صعدة. أما في حجة فقد شن التحالف غارتين جويتين على منطقة الزرق بمديرية حرض الحدودية، فيما قصف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية بيحان. لقي مسلحان حوثيان مصرعهما واثنان من المقاومة في مواجهات عنيفة في جبهة حمك بمديرية قعطبة غربية محافظة الضالع. وقال مصدر ميداني في المقاومة إن الميليشيا شنت هجوما على قرية الخريبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وفي السياق ذاته، قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في العرفاف والحامري قصفت قرى في مريس بقذائف الهاون والمدفعية. إلى مدينة عدن، حيث قتل جندي برصاص مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية شمال مديرية المنصورة. ونقل موقع عدن الغد عن شهود عيان قولهم إن المسلحين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن قرب جولة الكثير. وبالرغم من الاستنفار الأمني في مدينة عدن، إلا أن عمليات الاغتيال واستهداف نقاط الجيش والأمن ما زالت مستمرة. أفادت وكالة الأناضول أن السفير السعودي لدى اليمن التقى رئيس وفد ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام في دولة الكويت بحضور قيادات عسكرية من الجانبين لبحث سبل التهدئة على الحدود. وذكرت مصادر أن الاجتماع ناقش انفجار الوضع العسكري على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، والذي دخل أسبوعه الثالث. وفقا للمصادر، فقد ناقش الاجتماع الدخول في تهدئة جديدة والتنسيق لوقف إطلاق النار وإعادة تفعيل دور لجان التهدئة التي تم تشكيلها في ظهران الجنوب في 9 أبريل الماضي. سياسيا، أشاد اجتماع للرئاسة والحكومة بالجهود التي بذلها الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، وثمن الاجتماع الجهود المبذولة لأكثر من 75 يوما وسعي الوفد الحكومي للسلام تلبية لرغبة الشعب اليمني ولتنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات الوطنية. وأكد الاجتماع المشترك أن مواقف الميليشيا المتعنتة واستمرار حربها حالا دون تحقيق أي تقدم في مسار السلام. إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إن مغادرة وفد الحكومة للكويت لا تعني مغادرة مشاورات السلام، مشيرا إلى أنه متفق مع الأطراف على استمرار تلك المشاورات. وأعلن ولد الشيخ تسلمه رسالة موقعة من وفد الحكومة يعلن فيها موافقته على المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة لحل الأزمة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع وفد الميليشيا ستشمل أيضا أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالشأن اليمني، وذلك للتحضير للخطوات المقبلة. مفادنا إلى الكويت، والع الجابري والتفاصيل. أعاد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الكرة إلى ملعب الإنقلابيين والمجتمع الدولي مرة أخرى قبل أن يحزم حقائبه ويغادر الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت.
هذه المرة قام الوفد الحكومي حين ذهب للتوقيع على خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة. لدينا استعداد أن نوقع، كنا نعتقد بأنهم سوف يستجيبون وبأنهم سيوقعون معنا على هذا، لكنهم رفضوا هذه. وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أكد في مؤتمر صحفي قبل المغادرة أنهم قدموا الكثير من التنازلات الإيجابية لاستمرار المفاوضات، إلا أن المتمردين لم يقدموا على أي خطوة في المقابل لإثبات حسن النية. أتضح من مواقف حتى الآن منهم لا نعتقد أنهم سيوافقوا لا على هذا الاتفاق ولا على أي اتفاق آخر، هم يريدون فقط شرعنة انقلابهم، وإذا لم يوافقوا نحن سنبقى نحرص على السلام، ولكن لشعبنا سيكون حديث آخر. إذن ما حدث ليس انسحابا كما حاولت الميليشيا تصوير مغادرة وفد الحكومة، بل هو ما يعني فرصة لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الميليشيا بمشروع القرار قبل انتهاء المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات في 7 أغسطس الجاري. التوقيع على مشروع الاتفاق يجعل من الطرف الحكومي متقدما بخطوة على وفد الحوثي والمخلوع، وهو ما يترك الباب مفتوحا على كل الخيارات ويكشف عن تصورات المجتمع الدولي لماهية الحل المفترض اتخاذه في اليمن. اعتقادي بأننا نحن ذاهبون للتشاور مع القيادة السياسية، والأمر منوط بالطرف الانقلابي أن يعود إلى رشده ويوقع هذه الاتفاقية أو الاتفاق حتى نستطيع أن نخطو نحو السلام ونحو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب. قد لا يكون الاتفاق هو الأقرب لتصور الحكومة للحل، لكنه يضمن الحد الأدنى من تقليم أظافر ميليشيا الحوثي والمخلوع والضغط من أجل توقف آلة الحرب والدمار التي أكلت الأخضر واليابس خلال ما يقارب 2 عامين من عمر الحرب. يغادر الوفد الحكومي مطار الكويت عائدا إلى الرياض بعد توقيعه على اتفاقية ولد الشيخ، فيما الطرف الآخر يبقى لديه أسبوع للتوقيع، وإما تبقى كافة الخيارات مفتوحة. والعجابري، قناة بلقيس، الكويت. رحبت الخارجية الأمريكية بقبول الحكومة اليمنية الاتفاق المقترح من الأمم المتحدة للحل في اليمن. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك في تصريح لقناة بلقيس إنهم يرحبون بقبول الحكومة اليمنية لمقترح الاتفاق الأممي، ويحثون الميليشيا على القبول به باعتباره السبيل الأمثل لحقن دماء الشعب اليمني. وأكد تيك أن وفد الحكومة اليمنية تصرف بمسؤولية وقدم التنازلات، وأنه يجب على الطرف الآخر القبول بالاتفاق الأممي. وأشار إلى أنهم يسعون لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك عبر دعمهم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. مستمرون في النشرة وفيها بعد الفاصل. في عدن توجيه رسمي بفرض غرامات على إطلاق النار في حفلات الزفاف. استشهاد 3 أطفال في قصف جوي بأبين، ومقتل جندي في هجوم مسلح بعدن. اجتماع مشترك للرئاسة والحكومة يستعرض جهود الوفد الحكومي في مشاورات السلام.
كاميرا بلقيس في الحديدة توثق حجم معاناة مئات الأسر النازحة من مديرية حرض الحدودية. أهلا بكم من جديد. اعتقلت ميليشيا الحوثي والمخلوع 15 من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة صنعاء على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية تطالب بصرف رواتبهم الموقوفة منذ أشهر. وقال موظفون في المؤسسة لقناة بلقيس إن الميليشيا اعتقلت زملائهم أثناء تنظيمهم الوقفة أمام مبنى البنك المركزي، تم اقتيادهم إلى أقسام الشرطة في المدينة. في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة تعيش مئات الأسر الهاربة من المعارك الدائرة على الحدود اليمنية السعودية، ويعاني النازحون القادمون من مدينة حرض الحدودية إلى مديرية القناوس شمال محافظة الحديدة يعانون من ظروف معيشية صعبة في ظل انعدام الغذاء والمياه الصالحة للشرب. التقرير التالي والتفاصيل. صرير ريح وبقايا خيام ممزقة تحاول احتواء بعض الساكنين هنا، بل تخفي قدرا كافيا من الوجع ورثاء الحياة بأكملها. في مخيم للنازحين القادمين من مدينة حرض الحدودية إلى مديرية القناوس شمال غرب محافظة الحديدة لا شيء يسمع غير صوت الريح. وجه آخر للحرب، حيث تدفع إلى هنا بمئات الأسر الهاربة من مناطق الصراع على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وعندما يصبح الهروب من الرصاص والقذائف هدفاً رئيسياً للبقاء على قيد الحياة فلا يفكر الفارون بشيء آخر. حصر الجوع هؤلاء النازحين، فاضطر البعض منهم إلى إطعام أبنائهم من النفايات مخافة الموت رغم المخاطر المترتبة على ذلك. لكن من لم يمت بالحرب مات بالجوع والإهمال والعراء، هو على ما يبدو قدرهم في وطن مزقته الميليشيا وضعفت من الفقر والجوع والمرض، ثم ألقت بهم الظروف القاسية في العراء، حيث يحضر الوجع ببذخ لينال من أجساد هزيلة شديدة الضعف لا تجد ما يسد حاجتها من متطلبات العيش ولو للبقاء على قيد الحياة. حتى الفرش ما فيش معانا. مر وقت طويل على أن يرى هؤلاء الحياة كما يجب، فبقاؤهم خلف هذه الأسمال وبقايا جدران من ستائر ممزقة حيث تتنوع قصصهم، لكنها في الأساس قصة واحدة عنوانها فاجعة الهروب إلى المجهول. وجه المدير العام لمديرية المعلى بعدن فهد المشبق مالكي صالة الأفراح بضرورة أخذ ضمان من كل حفلة زفاف بواقع 50,000 ريال مقابل التزامها بعدم إطلاق النار. وقال المشبق إن هذه الخطوة الأولى من شأنها الحد من ظاهرة إطلاق الرصاص خلال حفلات الزفاف في المدينة. توفي اليوم الإعلامي والمعلق الرياضي عوض سالم عوض الشهير بعوضين إثر إصابته بوباء حمى الضنك. وقالت مصادر طبية إن عوضين أسعف إلى مستشفى الجمهورية بعد تعرضه لهبوط حاد في الصفائح الدموية، لكنه توفي على إثر ذلك. وفي السياق ذاته، غيب الموت صباح اليوم لاعب كرة القدم عبد الله الهرر لاعب فريق القوات المسلحة ومنتخب ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية بعد معاناة طويلة مع المرض. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. استشهاد 3 أطفال في قصف جوي بأبين ومقتل جندي في هجوم مسلح بعدن. اجتماع مشترك للرئاسة والحكومة يستعرض جهود الوفد الحكومي في مشاورات السلام. كاميرا بلقيس في الحديدة توثق حجم معاناة مئات الأسر النازحة من مديرية حرض الحدودية. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.